للحديث عن ملف السجون في العراق وإعلان وزارة العدل الحالية قرب افتتاح سجون جديدة في عدة محافظات واعتراف الوزارة باكتظاظ السجون وأصداء تلك التطورات في الشارع العراقي، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. يعني في دول العالم تزف الحكومات البشرى ببناء المصانع والمعامل لتشغيل الشباب ورفع مستوى الدخل، ووزارة العدل التابعة للحكومة في العراق تزف البشرى العراقيين بزيادة عدد السجون الجديدة لتتسع أكبر عدد من العراقيين، ماذا يعني ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني من الواضح أن الحكومة العراقية لا تتعامل يعني بأبسط يعني مستويات المهنية مع هذا الملف يعني الحقيقة الشائك، والآن الذي يعني يتصدر أولويات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. ملف المعتقلين في السجون لا يتم حله عن طريق فتح هذه السجون، إذا كانوا يظنون أن مشكلة الاكتظاظ بالسجون هي هذه المشكلة الأساسية للمعتقلين في السجون، ولكن في الحقيقة هي ليست المشكلة الأساسية. بإمكان الحكومة أن تنفذ قانون العفو العام والذي سوف يخفف من الاكتظاظ في السجون، أن تعمد على عدم اعتقال التعسفي للأبرياء وزجهم في السجون، عدم انتزاع اعترافات من المعتقلين من أجل إدانتهم وزجهم في السجون. هذه هي الأشياء التي يجب أن تركز عليها الحكومة، يجب أن تتعامل بمهنية مع هذا الملف وليست أن تتعامل بمثل هذه السطحية، والذي ليس هو المطلوب منها من أجل أن تقدم دليل على أنها حكومة يعني تحترم حقوق الإنسان. الكثير من يصف هذه السجون وإنشاؤها أنها باب آخر وباب عظيم وباب ضخم وكبير للفساد، يعني من جهتين، الجهة المخصصات التي تخصص للمعتقلين وبالتالي لا يذهب للمعتقلين من هذه المخصصات للطعام والدواء وإلى آخره، كلها تذهب في جيوب الفاسدين المستفيدين. من جهة أخرى أيضا موضوع أيضا يعني خاص بابتزاز ذوي المعتقلين، يعني كيف لها أن تقوم بالإعلان عن عفو عام وتتعرض لهذه الخسارة حكومة بحسب ما يصفها العراقيون حكومة المحاصصة والفساد؟ نعم بالتأكيد، يعني هي واضح يعني وهذا يعني أصبح معروف يعني من خلال التسريبات الوثائق أن ما يحدث في السجون هو عبارة عن عصابات ومافيات تسيطر على هذه السجون وتستنزف يعني جيوب المعتقلين الأبرياء وجيوب ذويهم أيضا في نفس الوقت. فتح مثل هذه السجون يعني سوف يوسع نشاط هذه يعني هذه العصابات، خاصة وأن الناس يعني في الحقيقة يعني يعيشون في رعب وفي خوف دائم على ذويهم في من نزلاء السجون، لأنهم يعرفون أنهم يعيشون يعني أوضاع مزرية جدا ويعانون الأمرين من عدم توفر المقومات الحياة الأساسية من طعام وشراب ونظافة وتفشي الأمراض، إضافة إلى المشكلة الكبيرة وهي التعذيب والإهمال الصحي الذي يتسبب في انتشار الكثير من الأمراض، إضافة إلى دفع الأتاوات، إضافة إلى حتى لو وصلنا إلى الزيارات التي يقوم بها ذوي هؤلاء النزلاء والذين لا يستطيعون حتى تمرير الأدوية اللازمة التي يحتاج إليها النزلاء مع عدم توفر الأدوية داخل هذه السجون بسبب الفساد وعدم صرف المبالغ المخصصة التي خصصها وترصدها الحكومة في الميزانية لأجل النزلاء في هذه السجون. يعني في الحقيقة هي مشكلة متراكبة. نعم. لماذا لا تفتح ملفات الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون في العراق؟ هل العراق في كوكب آخر لا يسمح لأي من المنظمات الحقوقية أو ممن يمتلك القرار في الأمم المتحدة بالدخول والمساس
بحدود يعني العراق الذي حررته أمريكا بحسب ما تقول؟ يعني إذا يعني يعني أولا إذا جئنا إلى نقطة زيارة السجون، نعرف أن الحكومة العراقية هي التي تمنع زيارة السجون، ولكن مع هذا فإن الكثير من الشكاوي تصل إلى أسماع وأنظار الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. والآن يعني لو ننظر إلى التطورات الأخيرة نستطيع أن نؤكد أن أصبح هذا الملف من أولويات لجنة مناهضة التعذيب، وعلى مكتب المقررين الخاصين واللجان الخاصة بالتعذيب مختلف. طبعا التعذيب هنا لا يشمل فقط التعذيب الجسدي، ولكن يشمل أيضا الإخفاء القسري وغيرها من ضروب المعاملة اللا إنسانية. ولو رأينا إلى البيان الأخير الذي أصدره الخبراء والمقررون الخاصون بالتعذيب، وضع العراق وما يقوم به من عمليات إعدام للأبرياء، من عمليات تعذيب في السجون، والتي طبعا بضمنها هي ما يتعرض لهم النزلاء السجون من عدم توفر مقومات الحياة الأساسية، وإضافة إلى التعذيب والإعدام، كل هذه أصبحت تصنف لدى الأمم المتحدة بأنه تصل إلى حد الإبادة الجماعية، خاصة وأنها تستهدف فئة السنة من العراقيين، إضافة إلى عدم توفر يعني الشروط القانونية أو يعني المعايير الأساسية القانونية التي على أساسها تم بناء الحكم على جميع هؤلاء الذين تم الحكم عليهم. الحقيقة لو ننظر وندقق في هذا البيان نجد أنه في الحقيقة يعمل فتحياته الكثير الكثير الحقيقة من يمكن ما يمكن أن يستند عليه، والذي ممكن أن يتطور في المستقبل إلى حد رفع قضايا لدى محكمة الجنايات الدولية والتي هي مختصة بجرائم الإبادة الجماعية، بالرغم من أن خاصة وأننا لا نرى أن الحكومة تقوم بأي يعني دور إيجابي أو تعامل مهني من أجل حل هذا الملف، خاصة وأن هناك قانون عفو. نعم. العراقيون الآن يعيشون صنفين، الصنف الأول معتقل مسجون داخل زنازين، وسوف تنشئ الحكومة الكثير من السجون لاحقا في مختلف المحافظات، وهناك سجن آخر كبير خارج هذه المعتقلات للعراقيين. لا توجد كهرباء، لا يوجد قمع لحرية الرأي، يوجد قتل لكل متظاهر سلمي يطالب بحقوقه. هل سنشهد مزيدا من الاحتقان الشعبي بناء على هذين الصنفين، سواء كان معتقل أو بحسب ما يوصف أنه طليق؟ نعم بالتأكيد، وهذا في الحقيقة يعني يصل، والمطلع على هذه الملفات الحقيقة يعني يستطيع أن يعني يرصد أن هناك غليان في الشارع العراقي، وأن الناس غير راضين، ويعني ليست فقط عدم رضا والسكوت، لا، بل أن الكثير من المواطنين من العراقيين الذين يعني خاصة من الذين يعني لديهم يعني نزلاء في السجون من ذوي الأحكام الظالمة والتي تصل إلى الإعدام، يعيشون حقيقة في يعني في مستوى من يعني القلق ومستوى من الغليان الحقيقة الغير مسبوق. وبالتأكيد لا يمكن أن تستمر الأوضاع على هذا الحال، يعني وإلا لما يعني كانت هناك ما يعني آخرها ثورة أو انتفاضة الشباب في أكتوبر 2019. يعني هذه جولات سوف تستمر، وسوف يشهد العراق مزيد من هذه التظاهرات والمزيد من هذا الرفض الشعبي الذي يتفاقم يوم بعد يوم، والحقيقة حتى المزيد من حتى التدخل من قبل المجتمع الدولي. نعم. هل نستطيع القول دكتورة أن القضاء هو اللاعب الرئيسي في بقاء نظام المحاصصة؟ نعم بالتأكيد، يعني هذه الحكومة طبعا أقصد هنا يعني عندما أتحدث عن هذه الحكومة أقصد الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، يعني تحاول أن تحيط بنفسها بسياج قانوني من أجل أن تبرر أفعالها، ومن أجل أن تقول أنها يعني دولة قانون،
ولكن الذي ينظر والذي يعني يدقق في أبسط القضايا التي تم اتخاذ أحكام ضد أبرياء بناء على هذه الأحكام، يعرف جيدا أن هناك في الحقيقة تواطؤ من قبل القضاء العراقي، تواطؤ من الأجهزة الأمنية، كلها جميعا يعني تشترك في ارتكاب جريمة ضد كل بريء دخل في هذه السجون، ولا يضيع حق. هذا ما نستطيع أن نقوله، والذي لا يسكت سوف ينال حقه في الأخير، والجميع الظالمين والمجرمين سوف يجدون طريقهم إلى المحاسبة. هذا ليس كلام، التاريخ يثبت هذا، ولا يمكن أن تضيع أي حق من حقوق الناس. شكرا جزيلا. عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا لك.